هي اللحظات التي طال انتظارها من الخريجين بعد سنوات من الكد والجهد، ليحين وقت حصاد ثمار تعبهم بعد ليال طويلة من الانتظار والترقب والرعاية، ليكون استحقاقهم بحفل تخرجهم برعاية كريمة من الأب القائد الرئيس محمود عباس. نحتفي بهذا العرس الفلسطيني بامتياز ونطير التحية لأسرانا البواسل الذين نهديهم هذا الانتصار، ونرسل رسالة الرئيس أبو مازن بضرورة الإصرار أن يعقد العزم أبنائنا على التحرير والخلاص عبر العلم والمعرفة والثبات والصمود. لذلك نحيي قطاع غزة على هذا العرس الجماهيري، ونقول إن على العهد باقون بإذن الله، وأن هذه الحكومة الإسرائيلية الظالمة لن تكون إلا إلى زوال أمام العلم والقلم والإرادة والعزيمة بحولنا. قدسنا عزنا عنوان الفوج 26 لسلسلة من حفلات التخرج التي انطلقت في 18 فرعا لجامعة القدس المفتوحة في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية، يتخرج منها نحو 7000 طالب وطالبة، 124 منهم في سجون الاحتلال. فيوم التخرج هو يوم نهاية وبداية لبناء مستقبل مشرق، يوم يسترجع فيه الطلبة التضحيات التي بذلتها أسرهم من أجلهم. اليوم الحمد لله تخرجت بعد 4 سنوات من الجامعة، وكل الشكر لأساتذتي في الجامعة ولأهلي اللي كانوا دايماً سند والدعم لإلي، والله يرزق هذه الفرحة لكل الطلاب والخريجين. كان نفسي يكونوا أهلي معي، أنا أهلي مغتربين وأنا وحيد هون، طبعاً هم دعموني في كل الوسل. بشكر نجاحي لأهلي ولزوجتي وأبنائي والأكاديميين في جامعة القدس المفتوحة وللجميع. يعد التخرج إنجازا كبيرا وحدثا فارقا في حياة الكثير من الطلبة، لكنه الامتحان الأصعب لتجاوز العقبات وبداية الانخراط بسوق العمل. من غزة، أماني كساب، تلفزيون فلسطين.